اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله كما تتحدث خديجة بنت خويلد. تقول النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يأوي إلى فراشه كان يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى فراشه. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله. إلا ليلة واحدة لما أنزله الله تبارك وتعالى من العروج وطرق الباب حتى أن خديجة أنست بوحدتها بعد 40 يوم، هذه طرقة لا يطرقها إلا محمد. هي تقول فرشت السجادة للنبي صلى الله عليه وآله وامتنع. هذه هي المرة الوحيدة، لأن هنالك نداء من السماء يدخل على خديجة ويلتقي معها العلاقة الحميمة، حتى هي تقول ما قام عني رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وأحسست بفاطمة. أحسست بفاطمة، يعني هذه فاطمة مو سائر البشر. أي امرأة اليوم تحس تذهب إلى المستشفى وتحاليل وكذا، بعدين يقولوا لها ترى أنت حامل، هي ما تدري حامل، هي لا تحس بالحمل إلا بعد أشهر. وخديجة تقول أحسست بفاطمة، هي أمانة من السماء، الله تبارك وتعالى حملها النبي الأكرم، قال له هاي الأمانة روح ودحها في صندوق طاهر نقي وخلصت المسألة.